صباح النور اخواتي، والسلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو غير العاده، فيديو عن مشترياتي من الاواني. طبعا انا طول السنه من النساء المدمنات، يعني كيف اي امراه مدمنه على شراء الاواني وربت بيت. اشتريت بعض الاواني ان شاء الله نستعملها في سنة رمضان. طبيعه الحال على طول السنه يعني توجد عندي عده اواني ودي سيرفيس، مي حبيت نغير هاد السنه. يعني الانسان خاصو دائما يدير اواني جديده في بيته. اشتريت بعض القدور، بعض الاواني الزجاجيه يعني الاستعمال الخاص يعني في يوم رمضاني. بعض الاواني يعني عجبتني صراحه متواجده، يعني الاسواق الاواني في تندوف مغريه بالرغم من غلاء الثمن. يعني عجبوني هاد السيرفيس اللي خرجوا تويلا، القدور رائعة جدا. يعني انا استعملت هذا النوع من القدور، يعني انا مجرباته، يعني ما يلصقش، نوعيته رائعة جدا وهايلة، يعني صدقوني تجربوه يعني ما تندموش فيه. ايضا هذا النوع يعني هما تقريبا نفس النوعية، رائعين. يعني كما هذا الكسكسية او القدرة او الكسكس شريته ب 650، يا غير ما تندميش فيها، نوعيتها زوينة. ايضا هاد لي سيرفيس هايلين. شريت هاد لي بلا تاع الزجاج، يعني عندي الاوفال مي قلت نغير شويه، استعملهم لي غراتان التيراميسو يعني التحليات، رائعين جدا يعني استعمال المطبخ. ايضا هاد الشوايه الرائعه، يعني نوعيتها مقله يعني وشوايه فون غليظه، نوعيتها رائعه جدا. يعني ديري فيها تشوي فيها اللحم لي زيسكالوب، حتى لي بروشيت تاع صدر الدجاج او اي نوع عندك، يعني رائعه جدا وبخاتيك. طبيعة الحال اشتريت هذا النوع من لي كوكوت كازيو، نوعية فرنسية رائعة جدا. أيضا هاد القارورات الزجاجية للعصائر، يعني أنا عندي منها وزدت، يعني رائعة وصدقوني يعني جربوهم رائعين، خير من القارورات العادية الزجاجية. تخاتيك فيها الروبيني هايلين، يعني رمضان المشروبات، حنا معروفين في تندوف بالكثير من المشروبات نستعملوها في البيت، كالعصائر كالمشروبات العادية كما البيصام او عصير ليمون، اي انواع الفواكه تعصريها ديريهم فيها، يعني براتيك ورائعه. شريت هاد لي تيرمو، طبعا الاستعمالات اليوميه ماشي في رمضان، حنا معروفين بلا تاي في رمضان. ايضا هاد لي سيرفيس سامبل تاع الفلون او المثلجات او اي تحليه تقدري ديريهم بها، يعني سامبل عندي منهم غير زيت. ايضا هاد لي سيرفيس نتاع المثلجات، ايضا تقدري ديري بهم سلطات خضر متنوعه. يعني ربة البيت خاصها تكون ذكيه في استعمال هذه الاواني. ايضا شريت هذه القطاعات هايلين، تستعمليهم للمملحات، يعني تقطعي بهم الورقه المورقه او حتى الحلويات. بطبيعه الحال هذا الليمون ايضا رائعين، يعني تستعمليهم للقطايف المعسلين بالمكسرات سيدنا رمضان، يعني رائعين جدا. ان شاء الله ندير لكم بعض الوصفات في رمضان ونصورهم لكم وان شاء الله يعجبكم. ايضا شريت هذه الانواع من الكؤوس للاطفال، يعني رائعين وبخاتيك، تستعمليهم على الطاوله وما تخافيش يعني للاطفال يوسخوا لك المائده، يعني حاجه بخاتيك ورائعه ونظيفه. ايضا اشتريت هذه الانواع من ليزاسيات، هذا خاص بالكعك، وبطبيعه الحال تقدري ديريه في لي بلا برينسيبال تاع الطاوله، يعني تقدري تستعملي فيه هنايا الروز او الشعريه مفوره، ومن تحت ديري لي بروشيت مشويين. يعني كاين واحد لي بلا يعني تقدري تنوعي في الطاوله من غير الكعك. غادي ندير لكم وصفات ونستعمل هذه الاواني في رمضان وان شاء الله يعجبوكم. ايضا هذا للفواكه، يعني نوعيته رائعه جدا. وبطبيعه الحال بما ان احنا في منطقه صحراويه نستعملوا لاتاي بكثره، يعني هذه فرنه، شريت هذه الفرنه يعني نحطوا فيها الجمر ونتيو عليها، يعني لابد من اتاي على الجمر، يعني نوعيتها رائعه عجبتني. شريت هذا النوع من لي بلا من نوعيه رائعه ايضا زجاجيه هايلين، 3 بياس، يعني تستعمليهم تقدري تنوعي يعني من غير القهوه والحلويات، تقدري تستعملي حتى في هذا البلا الصغير لي صالي مثلا، يعني نوعيتهم رائعه وبخاتيك يعني عجبوني. نتمنى اخواتي هذه الاواني عجبوكم وهذه المشتريات، يعني كيف اي امراه جزائريه مدمنه على شراء الاواني
خاصة في الشهر الفضيل يعني قبله بمدة، خاصة للمرأة الجزائرية تحضر أواني جديدة، ولا بد من الأواني الجديدة كل سنة بطبيعة الحال، بالإضافة إلى التنظيف العميق للمنزل. أنا جبت هذه الأواني يعني هذا الأسبوع، كان يعني كثير متعب من غير المشتريات يعني الميناج. إذا خياتي نتمنى هذه الأواني عجبوكم ونالوا رضاكم، هذه من بعض مشترياتي البسيطة اللي شريتها هذه الأيام، وإن شاء الله تعجبكم أخواتي. رمضان مبارك على الجميع، معكم أم أسيل.